حقيقة مسلسل الحشاشين من أول ما ابتدت حتى الإعلانات عنه وهو واخد اهتمام الناس، ومن بداية العرض والناس بقت بتتفرج على المسلسل وبتبحث ماسكة تليفوناتها وبتدور على الأسماء اللي موجودة والبلاد اللي موجودة، وبتدور وبتقارن وبتقرأ تاريخه وبتبحث في التاريخ وأصوله وأحداثه وحقيقتها. وده شيء مهم جدا، لأنه المسلسلات اللي تحدث الفارق ده مع الناس وتخليهم يبتدوا يدوروا ويسألوا ويقروا في التاريخ وقصصه ويتحققوا منها، دي مسلسلات تنويرية من الدرجة الأولى. ضخامة الإنتاج اللي حاصلة في هذا العمل واضحة جدا من البداية، لأنه الأعمال التاريخية دي مشكلتها الحقيقة إنها لو ما تمش إنتاجها بهذا الشكل الضخم من الإنتاج ما بتبقاش ناجحة، لأنه الناس على طول بتقارنها بنسخات موجودة اوريدي وبيتفرجوا عليها في بلاد تانية. فالحقيقة أن النسخة المصرية من الأعمال التاريخية عادت وبقوة في مسلسل الحشاشين. الناس مهتمة بكل حاجة، بتدور على كل حاجة، الملابس والديكورات والأحداث وإيه اللي بيحصل. الناس التتر حتى شديدها جدا، وإحنا يمكن كنا بنسمع مع حضراتكم أداء النجم وائل الفاشني لتتر المسلسل، وبيدوروا على تتر المسلسل وبيدوروا على رباعيات الخيام وتاريخ رباعيات الخيام وبيتابعوا، وده شيء مهم جدا الحقيقة. خلينا نروح مع حضراتكم للدكتور أحمد لاشين، أستاذ اللغة والأدب الفارسي، وهو كان المسؤول عن صياغة الرباعيات في مسلسل الحشاشين. مساء الخير على حضرتك ورمضان كريم ومبروك نجاح المسلسل. والحقيقة أن الرباعيات واخدة حيز كبير من اهتمام الناس، ويمكن احنا ارتباطنا برباعيات الخيام وغناء ام كلثوم لرباعيات الخيام وبنشوفه بيتجدد دلوقتي في مسلسل الحشاشين. عايز اعرف من حضرتك ازاي اخترت الاجزاء من الرباعيات اللي اتعرضت في المسلسل وصعوبه هذا الاختيار؟ في البدايه رمضان كريم على الجميع، وسعيد جدا بالتواجد مع حضرتك. طبعا رباعيات الخيام المسلسل بشكل عام معمول فيه مجهود ضخم جدا، صحيح. من اجمل ما كتب هذا العام، خاصه كتابه الاستاذ عبد الرحيم كمال. الاستاذ عبد الرحيم نفسه هو اللي كان يعني حاطط مجموعه من رباعيات الخيام في العمل، لكن كان معتمد على الترجمات القديمه شويه، هي ليها ترجمات كتير من الانجليزيه ولغات اخرى. بالظبط بالظبط يا فندم، وليها ترجمات من الانجليزيه، وهي ترجمت اصلا للغات عديده مختلفه يعني. فانا كان دوري في العمل ان انا اتابع الرباعيات ديت وارجعها لاصولها الفارسيه، ونعيد صياغه الترجمات دي بما يتناسب نسبيا مع الذوق العام المصري العام في تلقي الرباعيات. لان الرباعيات حتى لما اتغنت في كتابه احمد رامي كانت مكتوبه شعرا وكانت مكتوبه غنائيا يعني. كثير من معاني الرباعيات وعمق الرباعيات تم اغفالها في هذه المرحله. والمسلسل كان بيركز طول الوقت على شخصيه عمر الخيام، وهي شخصيه غايه في التعقيد، وبيشيل كتير جدا من افكار المسلسل نفسه، وبالتالي انعكست الفكره دي على الرباعيات. فكان من اللازم علينا ان احنا نشيل جزء من الرباعيات دي او نبدلها برباعيات ثانيه ونرجعها لاصولها الفارسيه، ونتاكد تماما ان كل الرباعيات اللي موجوده في المسلسل يكون ترجمتها سليمه 100% وتعبر عن المضمون العام للمسلسل. طب عايز اسال حضرتك، هل استخدام اللغه العاميه المصريه كان في صعوبه هنا في ترجمه الرباعيات للغه العاميه المصريه؟ وانا عارفه انه في رباعيات معروضه باللغه العربيه الفصحى وباللغه العاميه ايضا داخل المسلسل. اغلب الرباعيات الموجوده هي موجوده باللغه العربيه الفصحى، لكن اللغه اللي كانت اكثر بساطه يعني اللي ممكن المتلقي المصري العام يسمعها ويفهم المراد منها والهدف منها، ودي كانت الصعوبه في القضيه. اللي احنا بنحاول نبسط الترجمه اللي الخاصه برباعيات الخيام، لان هي رباعيات نفسها شايله فلسفه ضخمه جدا وافكار عظيمه، صحيح. فلازم تتبسط بحيث ان المشاهد المصري يقدر يستوعبها وتتنقل له، لكن هي مكتوبه باللغه العربيه، وشخصيه عمر الخيام اللي هو نجم نيكولا هيقولها باللغه العربيه، وقد يكون بعض الاشعار هتتقال باللغه الفارسيه كمان، بس طبعا ده يعني انا بحل ان انا اتكلم عن بقيه احداث المسلسل. طيب عايز اسال حضرتك، هل طاقم العمل وانتم بتحضروا كان ليهم طلبات خاصه فيما يخص الرباعيات وترجمتها؟ ما كانش فيه طلبات خاصه، بالعكس الاستاذ عبد الرحيم كان متعاون معانا جدا او معانا بشكل شخصي جدا فيما يتعلق باعاده الصياغه. النقطه الثانيه كان المطلوب مننا او مني انا في المهمه الثانيه تصحيح جزء كبير من الالفاظ
الاماكن واسماء الشخصيات اللي وابده، لان اغلب الاحداث بتدور في البيئه اليابانيه. فكان لازم الالفاظ تكون منضبطه جدا، يعني كل الالفاظ التي ستقال في المسلسل هي الفاظ منضبطه من حيث النطق الفارسي السليم للغه. بالاضافه كمان لان كثير من المصطلحات الفارسيه والالفاظ الفارسيه المستخدمه في العمل قمت بترجمتها وتدريب جزء من الطاقم عليها، خاصة شخصية عمر الخيام والأستاذ نيكولاس. احنا اتدربنا على إلقاء الشعر باللغة الفارسية وكمان باللغة العربية أو الترجمة العربية، بالإضافة لكثير من المصطلحات اللي تم إيرادها في المسلسل مكتوبة باللغة الفارسية، دي برضو كان بيتم التدريب عليها بالتوالي يعني مع الوقت. شايف ازاي حضرتك وحضرتك استاذ يعني ادب فارسي تفاعل الناس مع الرباعيات وتجدد التفاعل ده بعد يعني عمر من الناس يعني تعرف رباعيات الخيام من غناء ام كلثوم، معظم العوام يعرف الرباعيات من ده، شايف تفاعل الناس ازاي مع تتر المسلسل ومع الرباعيات اللي بتعرض داخل المسلسل، واثر انه نعرض عمل درامي يحمل رباعيات الخيام لكل الناس وكل الناس تتفاعل معاه وتتفرج عليه، اثر الدراما في ده؟ اصل الدراما طبعا احنا بنعمل حاله انفتاح على ثقافه قويه جدا، يعني الثقافه الفارسيه في المرحله دي كانت من الثقافات المهمه جدا اللي احنا لازم نطلع عليها. فحقيقي ان احنا بنبدا نعمل مسلسل بالضخامه دي ونفتح للمجتمع المصري مجال للتعرف والتعلم والاطلاع، يعني من ساعه نزول المسلسل والناس بدات تدور صحيح تاريخيا عن من هو حسن الصباح وما ازمته وما صراعه وايه دوره في مصر وايه دوره في ايران. فاحنا بقينا عملنا حاله جدل محمود جدا داخل المجتمع المصري ان هو يبدا يدور على مساحه ثقافيه مهمه يتعلم منها حاجات مختلفه، بالاضافه طبعا ان العمل متقدم بطريقه مبهره جدا. فبالتالي حجم الانتاج وجوده الاخراج للدكتور بيتر والجمال الكتابه اللي عملها الاستاذ عبد الرحيم بيدينا انطباع جيد جدا داخل المجتمع ان الناس نفسها تبدا تسال هو مين حسن الصباح ومين عمر الخيام وايه المساحات اللي اتعملت في ده. وكان في برضه من القضايا المهمه جدا فكره الجدل التاريخي، يعني احنا من ساعه عرض المسلسل وفي خناقه دايره حوالين فكره هل المسلسل تاريخيا مظبوط ولا مش مظبوط. برضه القضيه دي حقيقي يعني محتاجين نوضحها علشان يحسم الامر. المسلسل دراما تاريخيه. وشخصية الحسن الصباح نفسها كل ما كتب عن الحسن الصباح هو كتب بإيد أعداء الحسن الصباح، صحيح. لأن أغلب كتابات الحسن الصباح نفسها انتهت مع هجوم المغول على بالضبط. وبالتالي ما تبقى من تاريخ الحسن جزء منه اللي كتب بيد أعدائه وجزء منه كان مجموعة من الحكايات. اللي كتبه الأستاذ عبد الرحيم هو المزج العظيم ده ما بين ما هو درامي وما هو تاريخي، وبالتالي يعني محاسبه المسلسل من الزاويه التاريخيه دي اعتقد ان هي محاسبه ظالمه شويه، لان ما هواش مسلسل وثائقي. احنا قصاد عمل درامي ضخم بيقدم فكره ومضمون وبيخاطب مجتمع. وبالتالي الجانب التاريخي بتزمته الشديد ده مش هو المراد من المسلسل، مش هو الهدف. ويمكن الناس ابتدت تفهم ده مع متابعه احداث المسلسل، وهنشوف الحلقات القادمة تحمل الكثير. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد لاشين أستاذ اللغة والأدب الفارسي والمسؤول عن صياغة رباعيات الخيام في مسلسل الحشاشين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.